موقف ثابت بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. جمعية التطوع تستعرض تقرير حالة التطوع الشرقية. تعاون صحي تعليمي للاحتفال باليوم العالمي التطوعي. مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض سياسات أهلية واستحقاق حساب المواطن. تقليص تفريغ المواني من الحاويات إلى 8 أيام. أسعد الله مساءكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حصادنا اليوم الخميس 19 من شهر ربيع الأول لعام 1439. جدد مجلس الوزراء موقف المملكة الثابت ووقوفها الراسخ والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، معبرا عن القلق البالغ والعميق مما تردد عن عزم الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، مما يعد هذا إخلالا كبيرا بمبدأ عدم التأثير على مفاوضات الحل النهائي، مشددا على أهمية أخذ الإدارة الأمريكية في الحسبان العواقب البالغة السلبية لهذه الخطوة. وأمل المملكة في عدم اتخاذها لكي لا تؤثر على قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على مواصلة مساعيها في الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. جاء ذلك خلال ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أول أمس الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض. قامت جمعية التطوع التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية يوم الاثنين الماضي برنامجا استعرضت خلاله تقرير حالة التطوع بالمنطقة الشرقية، وذلك على مسرح فرع الوزارة بمدينة الدمام. ووضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبد الرحمن بن فهد المقبل أن العمل التطوعي ينطلق من 3 مبادئ هي الدافع الذاتي والتغيير بدون مقابل، مؤكدا أن العمل التطوعي مطلب في هذه المرحلة بالذات. وبدوره استعرض أمين عام جمعية التطوع محمد البقمي حالة التطوع بالمنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن 23,000 متطوعا مسجلا فقط و 3,500 متطوع محتمل مشاركته و 1,500 متطوع متوفر للمشاركة بالمنطقة، حيث تتراوح أعمار المتطوعين من 7 سنوات وحتى 77 سنة، وأن 75% من المتطوعين نساء، منهم 37% طالب و 41% موظف و 13% عاطل و 3% متقاعد. بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، أقامت جمعية العمل التطوعي بالمنطقة الشرقية لقاء عن تقرير حالة التطوع بالمنطقة الشرقية وبرعاية من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبد الرحمن المقبل. تعالوا معا لنستعرض هذا التقرير المفصل عن التطوع. في يوم من أيام العطاء الخالدة، حيث تجتمع بوادر الخير من كل جانب، نرحب بكم في اللقاء الخاص بتقرير حالة التطوع في المنطقة الشرقية والتي أعدته جمعية العمل التطوعي. فأهلاً وسهلاً بكم جميعاً من ضيوف ومجلس إدارة ومتطوعين، وأخص بالذكر سعادة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبد الرحمن المقبل، حيث نثمن غالياً رعايتكم الكريمة واستضافتنا في مقركم العامر وإتاحة الفرص لعرض جهود الجمعية في رسم استراتيجيات العمل التطوعي والذي بات محوراً في رؤية مملكتنا الحبيبة.
فكلنا تقدير لدعمكم وثقتكم وإيمانكم بإمكانيات شباب الوطن في بناء حاضره وتجسيد رؤاه. العمل التطوعي الآن يعني الحمد لله شبابنا في كل المملكة يعني كلهم ما شاء الله عندهم إبداع وعندهم ابتكارات وعندهم تجديد وعندهم تحسين مجتمعهم وعندهم خدمة لناسهم وبلادهم ووطنهم. لكن إذا هم قالوا إن الشرقية أحسن شو سوي أنا؟ هذا واحد. الثاني أيضا لا أريد أن أدعي عشان ما أزعل على ناس قاعدين هنا، ما ودي أني أدعي إن جمعية العمل التطوعي لها دور كبير في عملية أيضا تفعيل وتحسين وتوزيع وتنسيق العمل التطوعي في المنطقة الشرقية، لكن خلني أقول إنها على الأقل من ضمن الجهات التطوعية اللي نظمت ونسقت وقدمت العمل التطوعي. طبعا حالة التطوع هذا كان هاجس الجمعية وكان متطلب جمعية العمل التطوعي بأنها كيف ترسم سياساتها واستراتيجياتها بشكل واضح. الأرقام هي الأهم شيء في رسم السياسات، لذلك احنا بنستعرض لماذا تقرير حالة التطوع. لا شك أن القطاع الخيري غير الربحي هو الذراع المهم في تنمية في المشاركة في التنمية الوطنية، وهو يقال القطاع الثالث، وإن شاء الله أن يكون القطاع الأول، لأنه ما يميز القطاع الخيري غير الربحي في عطائه أنه يدخل فيه الاحتساب أكثر. أغلب الحقيقة العطاءات اللي تتقدم تقوم على المجتمعات هي من الجمعيات الحقيقة غير الربحية، ونحن إن شاء الله في المسار الصحيح، وإن شاء الله تجدون ما يسر، وأنتم عليكم وسائل الإعلام أيضا تنقلون ما يسر إن شاء الله ويؤكد ما نهجت هذه البلاد الحبيبة. اللي قدمناه اليوم لا يمكن أن يكون كاملا، بس لا يمكن أن يكون متأخرا أبدا. إذا كان في عيب فهو تقدم شوي، لكن احنا قدمنا طريقة إن كيف ترصد يعني إدارة أو عمل إحصائي لأول مرة واجتماعي متقدم بالنسبة للعمل الطبي على كل قسم الطبي والصحي والتعليمي. وهذه هي أهمية التقرير، إنه يكون مرجع للجمعيات المتخصصة في دراسة حالة التطوع الخاص. أنا فخورة بدور المتطوعين اليوم في جمعية العمل التطوعي، أو الدور الكبير اللي يقومون فيه متطوعي المنطقة الشرقية. فخورة بدور وزارة العمل والتنمية ودعمها الكبير للجمعية لإطلاق هذه الدراسة، وإن شاء الله يكون لها بإذن الله أثر جميل للمجتمع بإذن الله. بالنسبة للتقرير العرض اليوم بتقرير حالة التطوع في المنطقة الشرقية، صراحة متكامل من جميع الجوانب التي راح تساهم في تطوير المتطوع، كذلك تطوير الجهات التي تعمل مع المتطوعين سواء من جمعيات أهلية أو من مؤسسات أو شركات ذات مسؤولية مجتمعية. حقيقة بهرنا بالتقرير الجميل المتكامل من جمعية العمل التطوعي، شاكرين ومقدرين على هذه الجهود المبذولة في تطوير السعي لتطوير العمل التطوعي في رؤية 2030. في مجال تدريب المتطوعين، معرفتنا للفئات المستهدفة أو الأكثر رغبة في التطوع يساعد أن احنا نطورهم أكثر. وبالنسبة للي ما عندهم جذب أو يحتاجون إلى جذب، اللي هو الفئات الثانية الأقل، أيضا التدريب نحاول نستقطبهم في هذا المجال عشان ينزلون الميداني في العمل التطوعي. والله القطاع الخاص ما في شك معين، يعني بصفة ممتازة، لأن مصبه أولا وأخيرا خدمة هذا الوطن، فما نستغني. يعتبر التطوع القطاع الثالث، وقد أصبح الآن مقياساً لتطور الأمم وتحضرها، لا سيما أنه أصبح الآن محوراً رئيسياً في رؤية مملكتنا الحبيبة 2030. عبدالله الحواس، قناة DMM الفضائية، الدمام. تماشيا مع اليوم العالمي للتطوع،
أقام مركز الرعاية الصحية بحي المزروعية بمدينة الدمام بالتعاون مع نادي الحي بمدرسة الأمير فهد بن سلمان يوم الثلاثاء الماضي معرضا توعويا شمل بعض المحاضرات والندوات لطلاب المدارس. في البداية نشكركم على تغطية هذه الفعالية. طبعا احنا اليوم نحتفل بفعاليات اليوم العالمي للتطوع تحت شعار صحتي أو تطوعي صحة اللي دعت لها وزارة الصحة. طبعا مشكورين نادي الحي بمدرسة الأمير فهد بن سلمان شاركونا هذا اللقاء. طبعا احنا ركزنا في هذا اللقاء على محاضرات تثقيفية لتعزيز الصحة بالإضافة إلى معرض مصاحب عن التدخين والسمنة بحكم أن احنا كمجتمع نعاني من السمنة في المملكة ونسبة البدانة كبيرة، فركزنا على السمنة للأطفال ونسبة التدخين أيضا لأن الدخان هو وباء منتشر في كل المجتمعات، فأحببنا نثقف الأطفال أو أطفال المدارس بهذا الوباء حتى نصل إلى مجتمع صحي. بالإضافة كانت عندنا أيضا ركن لتطعيم الإنفلونزا بحكم أن احنا الآن في الموسم اللي يشتد فيه هذا المرض، وقمنا بعمل فعاليات أو أركان لقياس مؤشر كتلة الجسم لمعرفة هل هذا الطفل هل هو يعني وزنه مثالي أم هو عنده زيادة في الوزن لوضعه على برنامج للوصول إلى الوزن المثالي. فكانت الفعاليات ابتدأت اليوم من الساعة 4 للساعة 7 مساء، قدمنا دعوة لأهالي الحي بالمشاركة والحضور، والحمد لله يعني لاقت إقبال كبير، والحمد لله زارنا عدة من الأهالي بالإضافة لبعض الأطفال المدارس يعني للحصول على التثقيف اللازم بهذه المناسبة. الله يجزاكم خير. أولا حقيقة أشكر مركز صحي حي المزروعية على مبادرته الطيبة، وفي بيننا وبينهم شراكة مجتمعية، يزورون النادي يقدمون برامج صحية، والدكتور هاشم حقيقة ذكرنا بهذه المبادرة أو هذه الفعالية التطوعية من برامجها الشراكات المجتمعية، العمل التطوعي، البرامج التدريبية اللي تخدم المجتمع، ولعل هذا أمر متقاطع بيننا وبين أيضا المركز الصحي هنا، فكلنا في خدمة هذا المجتمع وهذا الوطن. أول ما ذكر لنا الدكتور هاشم حقيقة كانت مبادرة جميلة منه، يعني حضرنا الطلاب تفاعلوا حقيقة مع هذا المعرض الجميل اللي تعرض إلى جوانب متعددة، فاحتوى على أركان مكافحة التدخين وعلى الرشاقة وعلى السمنة وأمور تهم هذه الفئة اللي فيها في هذه السن العمري. طبعا المركز النادي الحي يشمل جميع مراحل السنية، من المراحل الابتدائي إلى المتوسط إلى الثانوي إلى أولياء الأمور، فكانت حقيقة شيء جميل أن تكون بين المؤسسات في هذا البلد هذا التعاون المشترك. استفدت أن التدخين لازم ما ندخن ولا نقلد أحد عشان ما يجينا أمراض مثل القلب، وأمراض يعني إذا أنا نايم يجي لي كحة وأقدر ما أتنفس. تعلمت أن السمنة أني ما أكل وجبات سريعة ولا أني أكل حلويات، وهذا أني أستمر بالرياضة وأكل الفواكات والخضروات وأتعلم على رياضة. تعلمنا كيف أنه لازم ننحف ونبطل الدخان، ونعلم كبار كيف يبطلون الدخان ونبعد عن اللي يدخنون. يعني سبت لنا زيارة ما تفيدك بحياتك، إذا أنت خذيتها بتضرك طول حياتك، لازم أنك تستبعدها في أشياء تستبعدها في المستشفيات وأدوية تخليك تستبعد عن الدخان، لأن الدخان فيه أشياء ضارة هم اللي يستخدمونها ما يعرفون شنو اللي فيها، زي فيها كربونات وأشياء زي كذا. إذا أصير سمين أسوي رياضة وأكل فواكه وما أكل وجبات سريعة. ثبت أن التدخين مضر للصحة، وأجيب الكحة والأشياء الثانية مضر للصحة، وتعلمت أن السمنة كمان تجيب أمراض القلب وضيق التنفس.
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعا ظهر الثلاثاء الماضي في قصر اليمامة بالرياض، واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، واتخذ حيالها التوصيات اللازمة، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط المشتمل للتقرير الاقتصادي والتنموي للمملكة العربية السعودية لفترة الربع الثالث من العام الجاري. وتضمن العرض تقريرا للاقتصاد الوطني والدولي والتطورات الأساسية في الاقتصاد الكلي، إلى جانب مؤشرات الناتج الإجمالي والأداء النقدي والمالي والأسواق المحلية والدولية وأسواق الطاقة وسوق العمل، إلى جانب أبرز التوقعات الاقتصادية المستقبلية. كما اطلع المجلس خلال الاجتماع على العرض المقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن برنامج حساب المواطن، وتضمن استعراضا لسياسات الأهلية والاستحقاق لتقديم الدعم الموجه للفئات المستهدفة من المواطنين في مواجهة الآثار المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن تصحيح أسعار الطاقة وغيرها من الإصلاحات الاقتصادية المقرة ضمن برنامج التوازن المالي. نجحت الهيئة العامة للمواني في تقديس متوسط معدل بقاء الحاويات في الميناء السعودي من 14 يوما إلى 8 أيام، واتخذت المواني مجموعة من الإجراءات بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى لتطوير العمليات ورفع مستوى الجودة والأداء في المواني السعودية، وأسهمت الإجراءات في ارتفاع مؤشرات الأداء والإنتاجية في جميع المواني، وقضت على حالات التكدس والازدحام التي كانت تشهدها بعض المواني في فترات الذروة. إلى ذلك، وفي إطار جهود المواني في تبسيط العمليات التشغيلية وتحسين الخدمات تم مؤخرا إنجاز برنامج نظام إدارة مجتمع المواني بالتعاون مع شركة تبادل، ويتيح البرنامج للعاملين في المواني الاستغناء عن التعاملات الورقية من خلال الربط مع الوكلاء الملاحين والمشغلين لإنجاز المعاملات ذات العلاقة باستقبال السفن والخدمات البحرية. وصلنا وإياكم أعزائي المشاهدين إلى ختام حصادنا، أترككم مع هذه المشاهد.